وهي قصيدة من البحر الطويل، وبهذه المناسبة بدينا والبداية نطلب المولى بستر الحال، بدينا والبداية نطلب المولى بستر الحال، ولا غيره إله نرتجيه وبيت نزوره ونسجد له ونركع له وشكره في جميع أحوال على نعمة أمن وإيمان والعدوان مدحورة. ألا يا الله تحمد يارنا عن جملة الأنذال حرسها ربها من شرذمة مرضى ومسحورة. حلفنا ثم حلفنا نرخص الأعمار والأموال، بغاها المجرم الطاغي وهي نشبت بحنجورة. وأنا بشكر جميع اللي وقف معنا وقوف رجال، ولا تعرف زمانك غير لا من شانت دهوره. من ديار الصباحي شيخنا الوافي عريب الخال، صباح الأحمد الجابر له الرايات منشورة. ألا يا مرحبا، ألا يا مرحبا باسم أبو ناصر والمطر همال، تراحيب الوفا بعد الوسم والدار ممطورة. عسى يسلم لنا سلمان دايم ثابت المنوال، بعد يحفظ حدود المملكة قد حاطها بسورة. ابن مقرن وخو نوره ولو مال الزمن ما مال، تموج الناس من دربه وهو ثابت على شوره. ألا يا مرحبا بك، ألا يا مرحبا بك ضيف من تبضيف، ألا يا مرحبا بك ضيف من تبضيف لك مدهال، تباشر بك جميع الناس كل يبدي شعوره. أبو فهد المسمى دائما يضرب به الأمثال، وهو زيزوم نهضة ديرته من فعله ودوره. وعسى عودا حكم كل الجزيرة في براد ظلال، كبت نار الفتن وحيا على القرآن دستوره. جزيرة ما يزعزعها صحف ولا قناة رسال، جزيرتنا جزيرة نجد بل وجدان محفورة، على نهج السلف دائم بحسن القول والأفعال، وهي دولة حكم تبقى بعون الله منصورة. وسلام الله على أهل المملكة، وسلام الله على أهل المملكة، حق بعد ينقال سلام غاشي مكة عليها زايد النور. وسلام الله على طيبة هني من هو لها نزال، وفيها مسجد أسس على التقوى وعلى الشورة. وسلام خالطة مسك اليماني والمطر همال، ويغشى عاصمة نجد الرياضي طيب زهورة. ديار العز والنخوة، ديار العرب والأبطال، لهم وقفات فالأزمات مشهودة ومشكورة. والقصيدة أطول من ذلك، لكن حنا جبنا الزبدة اللي حنا نستطيع من خلالها نقل هذه الفكرة والشعور الشعب الكويتي وابتهاجه باستضافة والتشرف بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.